كما تتشوفوا اليوم جينا محتفلين بالذكرى 45 للمسيرة الخضراء. كما تتشوفوا الخطاب الملكي ديال سيدنا الله ينصرو داز مزيان، وعطى واحد بعض الميساجات اللي هما قويين على قضية الصيد البحري وعلى قضية الصحراء المغربية. الحمد لله الخطاب الملكي اللي هو الذكرى ديالو 45 للمسيرة الخضراء، الحمد لله باين وواضح، خصي الفهم يفهم الحمد لله، لأن كما تقولوا الصحراء المغربية غادي تبقى إن شاء الله مغربية إلى الأبد، وإن شاء الله تنتمناو من عند الله شكون ما كان هاد كوفيد هادو. حنا كمشجعين المنتخب الوطني كنا بغينا نديروا واحد المسيرة من مدينة مراكش إلى مدينة الداخلة ومن الداخلة لسمارة، ولكن جاء هذا الوباء هذا اللي تعيش جميع الدول ديال العالم. الحمد لله حتى الذكرى 46 السنة المقبلة، وهادي نديروا واحد المسيرة تقريبا غادي نمشيو فيها واحد 10 الحافلات إلى مدينة الداخلة ومدينة سمارة. والحمد لله كما تتشوفوا حنا فرحانين بزاف بهذا الخطاب الملكي اللي داز اليوم، الحمد لله وشكرا. بمناسبة ذكرى 45 ديال المسيرة الخضراء، هات الذكرى اللي هي غالية على كل المغاربة قاطبة من طنجة إلى القويرة، وكنا صراحة فرحانين بالخطاب ديال صاحب الجلالة اللي أعطى واحد الإشارات قوية، يعني المجهودات اللي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك الدور ديال مجلس الأمن والأمم المتحدة في خلال القرارات الأخيرة، وكذلك نبه الامور للتهورات البهلوانيه والصبيانيه والاستفزازيه اللي تقوم بها ما يسمى بمرتزقه البوليساريو بمنطقه القرقرات فيما يخص عرقله السير بين دوله موريتانيا والمغرب، وكذلك اعطى واحد النموذج ديال تشجيع الاستثمارات فيما يخص كذلك في المجال البحري وكذلك في الطاقات المتجدده عفوا، وكذلك اشار الى مجموعه من الانجازات والاكتسابات اللي حققها المغرب خلال هذه السنوات الاخيره، وهذا تجسد يعني تلاحم الشعب المغربي مع جلالة الملك وراء جلالة الملك في تنزيل كل مضامين الخطابات الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية. والحمد لله خصنا نفتخروا بهذه الإنجازات، لأنه الأقاليم الجنوبية الآن أصبحت يعني مدن يعني في مستوى يعني دولي كبير جدا، خاصة أنه الدبلوماسية الموازية التي يقودها صاحب الجلالة فيما يخص القنصليات اللي تفتحت مؤخرا ديال الدول عدد من الدول الافريقيه، وكذلك دوله الامارات العربيه المتحده اللي حلت واحد القنصليه في مدينه العيون، وهذا كذلك الا اعتراف يعني مجموعه من الدول الافريقيه ولا العربيه بمغربيه الصحراء، وكذلك اشار الى انه مجموعه من الدول سحبت الاعترافات ديالها وصبحت 85% يعني دول اعضاء في الامم المتحده اللي لا تعترف بهذا الكيان الوهمي وبهذه الدوله الوهميه. انا واحد الفرحه كثيره اليوم، ولا بكري ولا ملي بينا نمشيو للمسيره نهار على الملك الحسن الثاني رحمه الله بالمسيره الخضراء، مشينا فهمتي معززين مكرمين ومشينا واحد الحماس فهمتي، ومشينا انا ذاك كنت انا في تورير، وانا من تورير ياك، جينا 2500 ديال البشر باش جينا من تورير، 100 شاحنه، والاقليم ديال مراكش كله تجمع هنا في باب دكولا، وانطلقنا من باب دكولا وصلنا شيشاوا تما فين قارينا تعشينا فيه، ومشينا ليت ملول، من ليت ملول مشينا لسميتو للبلايا في طنطن، تما ثاني قعدنا فيه تقريبا على شي 20 يوم مثلا، ومشينا من تما على بطيح، ديك الساعه مازال ما كاين القدر ولا والو، مشينا قرنا السماره وعلى الحسن الثاني رحمه الله باش ترجع المسيره،
ورجعنا الحمد لله واكلين شاربين ما خص والو من كل شيء، مثلا من الاكل من الشرب من الغطاء من النقل الحمد لله معززين مكرمين والحمد لله. والله يرحم جلالة الملك محمد الخامس والحسن الثاني، والله ينصر جلالة الملك محمد السادس نصر الله. الى كاين مسيرات اخرين نعم باش نمشيو لهم. حنا شوف حنا مستعدين ان شاء الله، مستعدين حنا ورا صاحب الجلاله، ما نسمحوا في الملك ديالنا، ما نسمحوا في الوطن ديالنا، وما نسمحوا في الارض ديالنا، والشبر ديال الارض ما نسمحوا فيها في الارض ديالنا، وحنا ورا صاحب الجلاله ديما ما بغانا مسيرات اخرين نمشيو لهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.